أبديت البايثون. أخذنا المرة الماضية الوايل ستيتمنت، مثلاً X بتساوي 1 while الX أقل أو تساوي 10 print X بتساوي X. إذن الX بلشت معاي بالقيمة 1 X بتساوي 1 while الX أقل أو تساوي X بتساوي قيمة الX اللي هي كام؟ 1. هذا الاوتبوت لما بحكي لك اطبع لي الاوتبوت اللي هو بتتبع البرنامج وبتشوف شو القيم. x plus equal 1 بتشوف شو طبع لك يعني. هلا الx صارت 2 بالواي ما بطلع لسه، برجع هالدوران برجع بحكي هل لساتها الx اقل او تساوي 10؟ قال 2 اقل او تساوي 10، شو راح يطبع لي؟ x بتساوي 2. طبع لي x بتساوي 2. بعلي X بتساوي 2 ماشي. بعدين هلأ شو صارت ال X plus 1 معناته صارت ال X كام؟ 3. رجعنا بالدوران، هل ال X أقل أو تساوي 10؟ نعم. معناته شو راح يطبع لي؟ X بتساوي 3. رجعنا بالدوران، لا قبل ما نرجع بالدوران، بعد ما طبع شو صارت؟ 4 صح؟ رجعنا بالدوران، هل 4 أقل أو يساوي 10؟ ترو. معناته شو طبعنا؟ X بتساوي 4 صح؟ بعدين 5 بعدين 6 بعدين 7 بعدين 8 بعدين 9، عندي 9 طبع لي 9، هل X plus equal 1 شو صارت؟ 10. رجعت بالدوران، هل ال X أقل أو تساوي 10؟ نعم أقل أو تساوي 10، معناته رح يجي هون يطبع لي X بتساوي 10. هل X plus equal 1 شو صارت؟ 11. رجعت بالدوران، هل 11 أقل أو يساوي 10؟ فولز، فمعناته راح يطلع من الدوران برينت سطر فاضي، بعدين برينت after while loop x بتساوي، اطبع لي قيمة الx، راح يطبع لي قيمة الx اللي طلعتني من الدوران اللي هي 11. إذن نستخدم الوايل ستيتمنت عشان نعمل دوران، نستخدم الوايل ستيتمنت عشان نعمل دوران. كرر هاي الجمل، بدل ما أنا أكتبها 10 مرات بكتبها مرة واحدة وبحكي له استدعي لي، أو سوري كرر تنفيذها 10 مرات، بحطها بوايل ستيتمنت مثلا وبكرر تنفيذها بالعدد المطلوب عندي. find the average of 10 marks، بدي أوجد معدل 10 علامات، شو أعمل؟ عشان أوجد معدل 10 علامات معناته أنا بحاجة إني أوجد مجموع القيم على عددها، بدي أوجد مجموع القيم على عددها. I بتساوي 1، sum بتساوي 0. إذن في عندي العداد، اتذكر دائماً إنه بده قيمة ابتدائية، قيمة نهائية، ومقدار زيادة. ماشي؟ الI بلشت بواحد، while الI أقل أو يساوي 10، وما بنسى داخل الدوران إني أزيد العداد بواحد عشان ما يصير عندي infinite loop. أنا بسأل عن الI، لازم تصير 2، 3، 4، لحد ما توصل 10، بعدين 11، فبتطلع من الدوران. طيب شو مطلوب مني داخل هذا الدوران؟ بدي أقرأ 10 علامات عشان أوجد معدلهم. إذا مارك بتساوي float input enter mark، دخل القيمة دخل العلامة، حولتها لفلوت. sum بتساوي sum زائد المارك، اجمع لها، اجمع للsum اللي هو أعطيته قيمة ابتدائية صفر، اجمع له المارك. حكينا إذا بدي أجمع الصفر ما بيأثر، وإذا بدي أضرب الواحد هو اللي ما بيأثر على عملية الضرب. فبالأول sum بتساوي صفر، بعدين sum بتساوي sum زائد المارك، اجمع هلا المارك للسم. هاي الآي بتساوي آي زائد واحد، حكينا عشان العداد مقدار الزيادة. بضلني ماشي بهالدوران، بقرأ علامة بجمعها، بقرأ علامة بجمعها، وهكذا. بس خلصت الأفرج إيش رح يساوي؟ sum على 10، مجموع العلامات على عددهم اللي هو 10، وبعدين اطبع لي الأفرج. حكينا انتر مارك دخل علامة، هاي دخلنا 70 60 89 ونص، هاي 3 هاي 4 هاي 5 هاي 6 هاي 7 هاي 8 هاي 9، وهاي عنا هاي 10 علامات، أعطاني الأفريج لهدول العشر علامات.
في آخر المحاضرة حكيت لك لو كنت بدي الأفريج read 10 marks find the average of marks أكبر من 50 أكبر أو يساوي 50 يعني بدي أوجد المعدل لعلامات الطلاب الناجحين بدي أوجد معدل علامات الطلاب الناجحين فقط أوكي معناته هون السم ما رح يكون للكل صح؟ قبل ما أعمل سم بدي أحط if statement صح؟ يلا يا خديجة شو أكتب؟ تحت سطر المارك رح أحط if mark أكبر أو تساوي 50 ممتاز إذا المارك أكبر أو تساوي 50 رح أحط السم علام إيش بيحكوها؟ بتساوي السم أيوة ممتاز indentation أو بتساوي السم زائد المارك كمان لا تنسوا بدي أعدهم لأنه هلأ مش العشر علامات كلهم أعلى من 50 يمكن يكون بس علامتين ثلاث ما بنعرف إذن بدي أحط هون count equal zero هالقيمة اللي بجمعها اللي طلعت أكبر من 50 عد لي إياها ليش طب بدي أعدها عشان ما يقسم عليهم كلهم صح لأنه المعدل اللي هو مجموع القيم على عددها الآي هسا مش عددها هلا حطيت سي لعددها ليش لأنه الآي بده يعدهم كلهم أنا بدي أعد بس الناجحين لو السؤال بده مجموع علاماتهم كان ما احتجت السي هاي لكن السؤال بده معدل علامات الناجحين فمعناته بدي أجمع وأقسم على عددهم السم بتساوي السم زائد المارك وبعدين سي بتساوي سي زائد واحد بس أخلص الأبرج شو راح يساوي السم على إيش سي على سي ممتاز إذا السم الأبرج بيساوي سم على سي وبعدين بحكي له اطبع لي الأبرج هاي رن انتر مارك دخل علامة دخلت علامة 40 هاي خلص ما رح تدخل بالحسابات دخلت 60 رح تدخل بالحسابات دخلت 50 رح تدخل بالحسابات لأني حاكي أكبر أو يساوي 50 علامة 44 ما رح يحسب لي إياها علامة 43 ما رح يحسب لي إياها علامة 80 رح يحسبها علامة 98 راح يحسبها علامة 60 راح يحسبها علامة 50 راح يحسبها كم صاروا هاي عندي 88 العلامات اللي أعلى من 50 جمع لي إياهم وعدل لي إياهم وقسم مجموعهم على عددهم ماشي واضحة إذن هيك أنا أوجدت معدل علامات الطلاب الناجحين معدل علامات الطلاب الناجحين في أي استفسار؟ في حد عنده أي استفسار؟ واضح المثال؟ إذا ضلك اقرأ 10 علامات شوف لي وين الناجحين وجد لي معدلهم إذا أنا كنت دقيق بحلي بدي أضيف هون if statement if c لا تساوي زيرو average بيساوي سم على سي وبرنت الأفريج مين يحكي ليش حطيت هاي الجملة إذا كان السي يعني عددهم إذا عددهم ما بيساوي صفر احسب الأفريج اللي هو سم على سي مين بيعرف ليش حطيت هاي الإف هلأ لو كانت السي صفر معناته الأفريج صفر كله مش بصير الأفريج صفر يا روان بقسم قيمة على صفر وهذا إشي خطأ بالرياضيات إني أقسم على صفر ماشي فعندنا بالكمبيوتر القسمة على صفر بتعطيني run time error خطأ أثناء التنفيذ ماشي فالمفروض إن ما نقسم على صفر دائما نتجنب هاي الحالة فعشان هيك حكيت له إذا كان عددهم صفر خلاص لا تحسب لي الأفريج ما بدي إياه ممكن أحكي له else print ممكن أحكي له else print no marks more than 50 ما فيش علامات أعلى من 50 more or equal 50
عشان ما يصير بس عندي قسمي على صفر، عشان ما يصير قسمي على صفر، لأن القسمي على صفر تعمل لنا مشاكل أثناء التنفيذ. فهي للإحتياط حكيت له إذا كان عددهم صفر خلاص لا تقسم لي على صفر. واضح المثال؟ إذن هون إحنا كتبنا while statement، هاي while statement لعشر طلاب، إذن محدد عندي عدد الطلاب اللي هو عشر طلاب. أوجدت معدل الطلاب اللي علاماتهم أعلى أو تساوي 50. وضحت؟ لحد هسه الأمثلة اللي استخدمناها بالوايل ستيتمنت كلها بتعتمد على عداد معروف عدد مرات الدوران، يعني أنا أعرف إنه بدي أمشي في الدوران 10 مرات أو 5 مرات أو N مرة، ماشي؟ إذن معروف عندي عدد مرات الدوران بهاي الأمثلة اللي شفناها. إذن اعتمدت على إيش؟ على كاونتر، اعتمدت على كاونتر. الأمثلة اللي شفناها اعتمدت على كاونتر. طيب A بتساوي 1 while الA أكبر أو يساوي 5، شو راح يطبع لنا؟ هل الA أكبر أو يساوي 5؟ راح يطبع لي after while A تساوي 1. after while، صحيح يا خديجة. هلا while الA أكبر أو يساوي 5، هل الA أكبر أو يساوي 5 true ولا false؟ False. هل الA أكبر أو يساوي 5 false؟ بما إنها false معناته ما رح يدخل بالدوران ولا مرة، رح يطلع print after while A بتساوي، رح يطبع قيمة الA اللي هي 1. إذا لاحظ بهذا الدوران ما تنفذ الجمل الموجودة داخل الدوران ولا مرة، loop never start. طيب شوف هذا المثال، A بتساوي 1 while الA أقل من 5، print A بتساوي A، A minus equal 1. الA بلش infinite loop. صحيح، ليش infinite loop؟ لأنه minus. العددها غلط. A بتساوي 1 while الA أقل من 5، هل الA أقل من 5 true؟ print الA بتساوي A، طبعا الA بتساوي قيمة الA. هلا A minus equal 1 كم صارت الA؟ صفر، صح؟ رجعت بالدوران، هل الصفر أقل من 5 true؟ بطبع لي A بتساوي 0. A minus equal 1 شو صارت؟ سالب 1. هل الA أقل من 5 true؟ بدها تضل true، يعني ما رح أوصل لحالي إنه يصير false عشان أطلع من الدوران. فهذا إيش اسمه؟ هذا اسمه infinite loop، دوران لا نهائي، ضلك نفذ لا نهائيا، هذا اسمه دوران لا نهائي. ما صار جواب الشرط false عشان أطلع من الدوران، دائما نكون حريص إنه يصير جواب الشرط false عشان تطلع، تقدر تطلع من الدوران. إذن لازم يصير false عشان تقدر تطلع من الدوران، لازم يصير بحالي ما false عشان تقدر تطلع من الدوران. مرات بتشوف while statement وفيها else part، لا تستغرب هذا الشكل، مسموح بالبايثون إنه while يكون لها else part، يعني بس يصير جواب الشرط false روح على else، بس يصير جواب الشرط false روح على الـ else part. A بتساوي 1 while الـ A أقل من 5، print A بتساوي A، A plus equal 1 else، print while else A بتساوي A، print after while A بتساوي A. يمكن هاي ما تكون هسه مفيدة كثير بالنسبة لإلكم، بس ناخد شغلة تانية اللي هي البريك والكونتينيو، راح تشوفوا الهدف منها. A بتساوي 1 while الA أقل من 5، نعم الA أقل من 5، print A بتساوي A، طبع لي A بتساوي 1. هلأ الA شو صارت؟ 2، رجعت بالدوران، هل 2 أقل من 5؟ true، شو راح يطبع لي؟ A بتساوي 2، صارت 3، رجعنا، هل 3 أقل من 5؟ true، طبع لي A بتساوي 3، زادها بواحد صارت 4، رجعنا، هل الأربعة أقل من 5؟ true،
برنت A بتساوي 4، A plus equal 1 5. رجعت بالدوران، هل الخمسة أقل من خمسة؟ فولس. بما أنه في عندي else للwhile statement رح يجي على else برنت while else A بتساوي A، while else A بتساوي كم؟ 5. شو القيمة اللي طلعتني على else اللي هي الخمسة؟ خلصت الوايل وخلصت الالس لإلها. هلأ شو طبع لي برينت؟ after while A بتساوي A، after while A بتساوي 5. إذن طبع لي 5. ماشي. إذا كان الوايل شفتها إلها else part معناته بس يصير جواب الشرط false، تعال على الالس part. أوكي؟ يعني بس خلصت من الوايل إجا على الالس طبع لي هاي الجملة، بعدين كمل إذا في أي جمل طبع لي إياهم. هاي عندي هاي الجملة نفذ لي إياهم، نفذ لي هاي الجملة طبع لي نفس القيمة اللي هي 5. زي ما حكيت لك يمكن هلأ ما تشوف فايدتك بكثير، إلا بس نأخذ البريك والكونتينيو بجوز تفهمها أكثر. طيب هاي بالنسبة للوايل ستيتمنت. شفنا وايل ستيتمنت بتعتمد على عدد مرات، شفنا وايل ستيتمنت بتعتمد على عدد مرات. في عندي بإمكاني أخذ while statement تعتمد على قيمة معينة، يعني أنا ما بعرف كم مرة بدي أدخل علامات، بدي أضلني أدخل لحد ما أدخل قيمة معينة، أو أقرأ قيم لحد ما أدخل قيمة معينة، بس أدخلها اطلع من هذا الدوران. إذن في عندي نوعين من الدورانات بالنسبة للwhile statement. في دوران بيعتمد على عدد مرات واللي هو شفناه المحاضرة الماضية ومحاضرتنا هاي لحد هون، وفي دوران بيعتمد على sentinel value أو stop value، يعني ضلك اقرأ لحد ما تقرأ قيمة معينة، لحد ما اليوزر يدخل مثلا سالب 1 أو يدخل سالب 99 أو يدخل قيمة سالبة. ماشي. إذن بدي أضلني أقرأ لحد ما أدخل قيمة سالبة أو دولار ساين أو القيمة كذا. أوكي. إذن بدي أضلني أقرأ لحد ما أدخل قيمة معينة. إذن النوع الثاني من الدورانات لو حكيت لك read مش 10 marks، read marks until entering minus one، طلق اقرأ علامات لحد ما تقرأ أو ما تدخل سالب 1. Find the average of marks. ماشي. إذن read marks until entering minus one. Find the average of these marks. هل أنا بعرف كم عدد مرات الدوران؟ لا، ما بنعرف كم عدد مرات الدوران. إذن الدوران هون ما بيعتمد على عداد، بيعتمد بشكل رئيسي على القيمة المدخلة. دخل قيمة لحد ما تدخل سالب 1. أوكي. إذن أن أو مارك بتساوي انتجر أو فلوت انبوت انتر مارك. إذن ما حددنا أن أو 10 أو 20، حكينا ضلك اقرأ لحد ما تدخل سالب 1. إذن أنا بلشت برنامجي بالقراءة while إنه المارك لا تساوي سالب 1، هذا الشرط. من شوي شو كان الشرط؟ كان الشرط while إنه العداد أقل أو يساوي 10، كان الشرط بيعتمد على عدد مرات. هلأ الشرط ما بيعتمد على عدد مرات، بيعتمد على قيمة. mark بتساوي float input enter mark. while المارك لا تساوي سالب 1، بما أنه المارك اللي أنت دخلتها لا تساوي سالب 1، شو بدي أعمل؟ sum بيساوي sum plus المارك، معناته لازم بالأول أكون عامل sum. هاي sum equal 0. إذن طالما أنه العلامة لا تساوي سالب 1 اجمع لي إياها. إذا طالب الصام بس خلاص كان اكتفيت بالمجموع، لكن ما إنه طالب الأفريج أنا مضطر إني أعدهم، مضطر إني أعدهم. count بيساوي count زائد 1. إذا شو أبلش الكاونت؟ count بتساوي
صفر. إذا اقرأ قيمة، إذا كانت هاي القيمة لا تساوي سالب واحد معناها تجمع لي إياها وعد لي إياها. طيب إذا رجعت هيك بالدوران بده يضل يقرأ، بده يضل يسأل عن نفس العلامة المارك اللي قرأتها بالأول. يعني افرض اليوزر دخل 90، هل العلامة لا تساوي سالب واحد؟ لا تساوي سالب واحد، جمع لي إياها، عد لي إياها واحد، رجعنا ما قرأ قيمة ثانية عشان يسأل عنها اللي هي لا تساوي سالب واحد، رح يضل يسأل عن نفس العلامة اللي هي 90، فرح يصير عندنا إنفينيت لوب، دوران لا نهاية. إحنا ما بدنا يصير عندنا إنفينيت لوب، إحنا بدنا نقرأ قيمة جديدة. ماشي؟ إذا المفروض هون هاي الجملة نفسها تبعت القراءة أكررها وين؟ داخل الدوران بنهايته. ليش؟ عشان ما يصير عندي إنفينيت لوب. رجعت بالدوران، هل المارك لا تساوي سالب واحد؟ نعم لا تساوي سالب واحد، إذن سم بتساوي السم زائد المارك، سي بتساوي سي زائد واحد، مارك بتساوي فلوت. اقرأ ارجع، هل المارك لا تساوي سالب واحد؟ وهكذا. هلا بس خلصت الدوران بدي أحسب الأفريج. أفريج بيساوي سم على سي، وإذا أنت شاطر بتضيف الشرط تبع إنه إذا سي لا بتساوي صفر لا تقسم على سي، ده الاحتياط. أجرب، دخل مارك، دخلت مثلاً 50، دخل مارك، دخلت 80، دخل مارك، دخلت سالب واحد. ماشي؟ شو نسينا هون؟ برنت لا الأفريج، برنت أفريج. مرة تانية، هاي دخل مارك، دخلت العلامة 70، دخل مارك دخلنا 90، دخل مارك دخلنا 80، دخل مارك دخلنا سالب واحد. شو عمل؟ حسب لي الأفرج، الأفرج للسبعين والتسعين والثمانين اللي هو 80. ماشي؟ إذا حسب لي الأفرج للعلامات الثلاث اللي دخلتهم، بجوز أدخل ثلاث، بجوز اثنين، بجوز واحد، بجوز ولا واحد، بجوز عشرة، بجوز مية. إذا ما بنعرف عدد مرات الدوران، فهذا الدوران بيعتمد على سنتينال فاليو أو ستوب فاليو. ضلك دخل لحد ما تدخل قيمة معينة، ضلك دخل لحد ما تدخل قيمة معينة. إذا دخلنا قيم حسبنا الأفريج لهاي القيم، زي ما حكيت لك إذا كنت شاطر بتحكي هون إذا كانت السي لا تساوي زيرو عشان ما يصير عندي قسمة على صفر. هاي عندي هيك، هاي رن، دخل اليوزر من أول مرة سالب واحد، شو صار عندي؟ خلص طلع. ماشي؟ إذا دخل سالب واحد، شو سألته؟ هل المارك لا تساوي سالب واحد؟ لا بتساوي سالب واحد، طلع من الدوران. السي شو قيمتها؟ صفر، إذا ما رح ينفذ هدول الجمل. إذا أنا حاطط إلس وحاكي له اطبع إنه ما فيش مارك، فمعناته رح يطبع لي الإشي الموجود بالإلس تبع الإف. إذا هيك أنا حسبت معدل علامات الطلاب، دخلت علامات لحد ما أدخل سالب واحد، إذا مش معروف عندي عدد مرات الدوران، مش معروف عنا عدد مرات الدوران. في حد عنده أي استفسار؟ في حد عنده أي استفسار على هذا المثال؟ read read two numbers and operator، اقرأ رقمين و operator. if operator بتساوي زائد add the two numbers. if operator ناقص sub num one ناقص num two،
إف أوبريتر ضرب ملتبلاي N1 N2. طيب إذا اقرأ رقمين وأوبريتر. إذا كانت هاي الأوبريتر زائد معناته تجمعهم، إذا كانت ناقص معناته تطرحهم، إذا كانت ضرب معناته أوجد ناتج ضرب هدول القيمتين. Repeat. Many times until entering the operator dollar sign. إذا كرر هذا الشغل لحد ما تدخل إنه الأوبريتر دولار ساين. أوكي؟ إذا شو بدي أقرأ؟ رقمين وأوبريتر. إذا كانت الأوبريتر زائد اجمع لي هدول الرقمين، إذا كانت ناقص اطرح، إذا كانت ضرب اضرب. ارجع اقرأ رقمين وأوبريتر. كرر هذا العمل عدة مرات لحد ما تدخل إنه الأوبريتر دولار ساين اطلع من الدورة. ماشي؟ إذا بدي أقرأ أوبريتر. إذا ما كانت دولار ساين معناته اقرأ رقمين وشوف هل هاي الأوبريتر زائد؟ إذا زائد اجمعهم، إذا ناقص اطرح، إذا ضرب اضرب. ارجع مرة تانية اقرأ أوبريتر. إذا مطلوب مني أقرأ رقمين وأقرأ أوبريتر. كم جملة إنبوت؟ ثلاث. هاي أوبريتر إيكوال input enter operator داخل operator. طالما إنها ال operator لا تساوي إيش؟ دولار ساين، مش هذا الشرط؟ إذا ال operator ما بتساوي دولار ساين فوت لي بالدوران. اقرأ رقمين N1 بتساوي integer input enter N1 N2 بتساوي integer input enter N2. إذا قرأت العلامة الأولى، قرأت العلامة مش علامات، أرقام يعني two numbers، قرأت رقمين. هلأ بدي أسأل، ما إنها طلعت الأوبريتر عندي مش دولار ساين، دخلت على الدوران وقرأت رقمين، بدي أسأل إذا كانت الأوبريتر equal إيش زائد معناته print إيش N1 زائد N2 صح؟ اجمع N1 وN2 else if إذا كانت الأوبريتر بتساوي ناقص معناته إيش؟ print N1 ناقص N2 else if الأوبريتر بتساوي ضرب برينت إيش أكتب؟ مين صاحي معي؟ N1 في نمبر 2 صحيح. إذا N1 صحيح روان ضرب N2. إذا أخذنا القيمتين، هل الأوبريتر إيكوال زائد؟ اجمعهم، هل الأوبريتر بتساوي ناقص؟ اطرحهم، هل الأوبريتر بتساوي ضرب؟ اضربهم. مش حاكي لي إذا إشي ثاني، بدي أضيف الإلس أنا حر، بديش أضيفها بلاش، برينت مثلا not valid operator، وهاي الأوبريتر مش مسموحة not valid أوبريتر، بدي أدخل إشي غير هدول الأشياء. طيب خلص الدوران تبعي ولا ضل علي شغلة؟ القراءة اللي برا الدوران حكينا شو بعمل فيها؟
بكررها نهاية الدوران. ليش؟ عشان ما يصير عندي infinite loop. اقرأ قيمة ثانية اسأل عنها هل هي مش دولار ساين وهكذا. فهمنا؟ نجرب. هاي run enter operator دخلت مثلا إشارة الناقص رح يدخل على الدوران، رح يدخل لأنه الإشارة ما بتساوي دولار ساين. دخل قيمتين، دخلت 7 ودخلت 5. شو عمل؟ 7 ناقص 5 شو عطاني؟ 2. انتر اوبريتر، دخل اوبريتر ثاني، دخلت مثلا الضرب، دخل ان 1 5، دخل ان 2 4 شو عطاني؟ 20. انتر اوبريتر، جيت دخلت مثلا هاي الإشارة، طبعا هاي مش دولار ساين، راح يطلب مني ادخل قيمتين بس ما راح يشتغل لي عليهم. شو حكى لي؟ نوت فاليد اوبريتر. دخل على الدوران بس ما طبق لي هاي الاوبريتر لانه انا حكي له بس الزائد والناقص والضرب، اي شيء ثاني طبع لي نوت فاليد اوبريتر. طيب انتر اوبريتر، دخلت هلا مثلا الدولار ساين، هاي الدولار ساين اللي هي الشرط الاساسي لهذا الدوران، شو عمل؟ طلع من الدوران، لأنه لما قرأ هون القيمة دخل دولار ساين رجع هون. هل الأوبريتر لا تساوي دولار ساين؟ إن بلا بتساوي دولار ساين إذا طلع من الدوران. فاهمين؟ مين عنده أي استفسار؟ إذن الوايل ستيتمنت عامة بستخدمها لنوعين من الدورانات، الدوران الأول اللي هو بيعتمد على عدد مرات، والدوران الثاني اللي هو بيعتمد على سنتينال فاليو، قيمة معينة ضلك دخل لحد ما تدخل قيمة معينة، هذا بسميه سنتينال فاليو. طيب إذا ضلك دخل لحد ما تدخل قيمة معينة، أو لحد ما تدخل قيمة سالبة، أو لحد ما تدخل قيمة أقل من 50، ماشي؟ إذا هذا الدوران بيعتمد على سنتينال فاليو. طيب قبل ما أروح على البريك والكونتينيو بدي أعطيكم فكرة عن الفور ستيتمنت. خلينا نشوف الفور ستيتمنت وبعدين نروح على الموضوع الفرعي اللي هو البريك والكونتينيو. الفور لوب دوران، زي ما الوايل لوب دوران. الوايل أعم من الفور، الفور بس للدوران المعروف عدد مرات تكراره، معروف عدد مرات الدوران، يعني بيعتمد على كاونتر. بينما الوايل ستيتمنت أعم، تستخدم بالحالتين، إما دوران معروف عدد مرات الدوران فيه، أوكي، أو سنتينال فاليو. إذن مين الأعم؟ الأعم عندي اللي هي الوايل ستيتمنت، الأعم هي الوايل ستيتمنت. طيب إذن إذا إجاك سؤال بيعتمد على عدد مرات دوران على عداد، تقدر تحله على الوايل وعلى الفور. أما إذا إجاك سؤال بيعتمد فقط على سنتينال فاليو، فمعناته أنا مضطر أحله على إيش؟ على الوايل ستيتمنت. إذا الدوران بيعتمد على عدد مرات، حله على فور أو على وايل زي ما بدك. إذا الدوران بيعتمد على سنتينال فاليو، على قيمة معينة، راح تحله على إيش؟ على الوايل ستيتمنت. طريقة كتابة الفور، فور إليمنت إن كوليكشن إسيوت. خلينا نشوف. For I in range 5 print ال I. For I in range 5 print ال I. For I in range 1.5. الدوران بيعتمد على عدد مرات. For I in range من 1 to 5. لاحظ معي شو طبع لي؟
واحد اثنين ثلاث أربعة. إذا بالفور ستيتمنت أخذ القيمة الابتدائية هيها، هاي ما بعد القيمة النهائية، يعني ما بسأل عن الخمسة، بسأل عن القيمة اللي قبلها. إذا أخذ لي من واحد لأربعة، ماشي، برنت الآي، شو راح يطبع؟ واحد اثنين ثلاث أربعة. إذا ما بيأخذ الخمسة، بيأخذ القيمة اللي قبلها اللي هي هون كام؟ الأربعة. طبع لي الآي، إذا أول مرة الآي شو كانت؟ واحد، بعدين اثنين، بعدين ثلاث، بعدين أربعة. لو إجيت بعد الدوران حكيت له برنت آي بتساوي قيمة الآي، شو قيمة الآي اللي طلعتني من الدوران؟ أربعة. آي بتساوي أربعة. إذا ما بيجي على الخمسة نهائيا، هاي شوي بتختلف عن اللغات الثانية، ما بيجي على الخمسة نهائيا. لما بحكي من واحد لخمسة يعني من واحد لأربعة، ماشي، طبع لي واحد واثنين وثلاثة وأربعة، طلعت من الدوران، شو قيمة الآي اللي طلعتني؟ الأربعة وليس الخمسة. طيب مين أسهل، أكتب بالفور ستيتمنت ولا بالواي؟ اللي متعود على شكل الواي يمكن يحكي بالواي، بس أنا بشوف بالفور، شوف أصغر جملة واحدة، أنا بشوف القيمة الابتدائية والشرط، وحتى لو بدي مقدار الزيادة بحطه هون، هاي مقدار الزيادة، يعني من شوي لما أنا ما حطيت مقدار زيادة كان مقدار الزيادة واحد، هاي حطيت اثنين، شو أعطاني؟ واحد ثلاث، وبعدين آي بتساوي ثلاث، شو قيمة الآي طلعتني من الدوران؟ اللي هي الثلاث. إذا أحد أخذ القيمة واحد، أخذ القيمة ثلاث، طلع من الدوران بالقيمة ثلاث. إذا هاي القيمة الابتدائية، هاي ما بعد القيمة النهائية، وهاي مقدار الزيادة، هاي مقدار الزيادة. طيب خذ لي مثلا من اثنين لخمسة مقدار الزيادة اثنين، هاي رن، شو أخذ؟ اثنين أربعة، صح؟ شو القيمة اللي طلعتني من الدوران؟ اللي هي الأربعة. القيمة اللي طلعتني من الدوران اللي هي الأربعة. لما أكون حاطط رقم، هذا بيكون القيمة النهائية، هذا رح يكون القيمة النهائية، أوكي؟ يعني القيمة الابتدائية رح تكون بدون ما أكتبها صفر، وهذا ما بعد القيمة النهائية، يعني هاي عملت رن، شو أعطاني؟ صفر واحد اثنين ثلاث أربعة، ماشي؟ شو القيمة اللي طلعتني من الدوران؟ اللي هي الأربعة. إذا هاي هون بس تحط رقم واحد، هذا بيكون القيمة النهائية، أو يعني معنى آخر ما بعد القيمة النهائية، ماشي؟ فالقيمة الابتدائية هون خلص بتكون صفر، مقدار الزيادة إذا ما حطيناه دائما بيكون مقدار الزيادة واحد. طيب إذا for i in range 5 برنت الاي راح يطبع لي 0 1 2 3 4، القيمة اللي طلعتني من الدوران اللي هي i بتساوي 4. ماشي الحال؟ مين مش فاهم؟ طيب دكتورة، لو حطيت القيمة البدائية والنهائية نفس الشيء شو راح يطبع لي؟ حطينا 5.5، هاي رن، شو أعطاني؟ هاي شو معناها؟ معناها من 5 ل 4، صح؟ ماشي؟ هل الخمسة أقل من الأربعة؟ فولس، رح يطلع من الدوران. شو أعطاني؟ برنت آي بتساوي آي، شو القيمة اللي طلعتني؟ اللي هي الأربعة. الأربعة أعطاني آي يعني بتساوي أربعة، يعني لو حطيت 2.2 رح يطبع لي واحد فاصلة اثنين، هاي رن، وما دخل بالدوران for i in range من 2 ل 2 برنت ال i. خلينا نشوف هاي الحالات الموجودة هون بعدين نحكي بسؤالك. طيب نرجع له هلأ، for i in range 5 برنت ال i، برنت after i equal i، طبع لي 0 1 2 3 4 after i بتساوي 4، for i in range 1 5 2 برنت ال i، شو طبع لي؟ 1 3، شو القيمة اللي طلعتني من الدوران؟ اللي هي الثلاث. طيب نشوف في السالب، خلي هاي بدي ارجع اجربها هسه،
for I in range 5 1 سالب 1 print I. بعدين after I equal I. هلأ بلش من الكبير لحد الصغير، في مقدار الزيادة بده يكون بالسالب. شو الأوتبوت بتتوقع؟ ببلش من إيش؟ 5 4 3 2. إذا بلش من عند الخمسة، 5 4 3 2. قبل الواحد اتوقف، معناته طلعتني القيمة 2. إذا 5 4 3 2 after I equal 2. طيب نرجع لسؤال خديجة. for I in range من 2 لـ 2 print I print I equal. هاي عنا وين في كومنت زيادة؟ شوفي الأوتبوت يا خديجة. In range 2.2 print I. ما دخل بالدوران لأنها من 2 لـ 1 صح؟ هلا print I بتساوي I، أعطاني name I is not defined، ما تعرف عليه، أعطاني error عليها. ليش يا خديجة؟ لأنه ما دخل بالدوران أساساً. ما دخل بالدوران، في الآي كانت مش معرفة بالنسبة لإله، فلما طلع من الدوران برينت آي بتساوي آي ما تنفذت معانا. ليش؟ أعطاني عليها إيرور، اعتبر الآي إنها مش معرفة لأنه أوريدي ما دخلش بالدوران. طب لو حكينا فور آي من 2 لـ 1 مقدار الزيادة موجبة، نفس المشكلة. لو حكينا من 2 لـ 1 سالب 1 بده ينزل نزول، شو راح يعطيني؟ 2 صح؟ صح دكتور. 2 وهلأ طلع I بتساوي الI، طبعا قيمة الI اللي هي 2، يعني هون ما دخل بالدوران إلا مرة واحدة عندي 2 صح؟ مش لما بحكي له لحد 5 بيأخذ لحد 4، هون لحد 1 والقيمة عندي بالعكس بالسالب، يعني خدي بالعكس، هاي 1.2.1 مقدار الزيادة. مقدار الزيادة 1، لو ما حطيتها هيك معناها مقدار الزيادة 1، نفس الشيء. هاي من 1 لـ 2، شو معناها يا خديجة؟ من 1 لقبل الدوران يجمع لي مرة واحدة. أيوة، يعني من 1 لـ 1 صح؟ فمعناته طبعا عند الآي 1 وبعدين طلع من الدوران آي بتساوي 1. طيب إذا أخذ لقبل الـ 2 اللي هي لحد الـ 1، إذا دخل بالدوران مرة واحدة. طيب لو كانت بالسالب، يعني هون 2 هون 1 ومقدار الزيادة سالب 1، بلش من عند 2 صح؟ من عند 2 أوكي لقبل 1 بـ 1، هلأ صارت لبعد. ليش؟ لأنه مقدار الزيادة بالسالب. طيب معناته من 2 لحد 2 طلع من الدوران عند طبعا 2 وبعدين I بتساوي 2، قيمة الـ I اللي طلعتني من الدوران اللي هي 2. يعني هي هيك شوي بصير فيها شوية لوبس، بس الواحد بيحاول إنه يفهمها مظبوط. بده يأخذ لقبل القيمة بواحد، بده يأخذ لقبل القيمة بواحد. هون من 5 لـ 1 معناته أخذ 5 4 3 2 طلع عند إيش؟ 2، أخذ لقبل 1 بـ 1 اللي هي لحد 2، ماشي الحال؟ يعني لبعدها بمعنى آخر لأنه هاي بالسالب. طيب نشوف أمثلة على الفور ستيتمنت. Read marks until entering. أو طبعاً بدنا نأخذ دوران بيعتمد على عدد مرات. Read 10 marks
the average of them. اقرأ عشر علامات وجد معدلهم. حلينا بالوايل في نهاية المحاضرة الماضية وبداية هاي المحاضرة راجعنا. هون 10 مارس معناته محدد عدد مرات الدوران for I in range من 1 ل 11. ممتاز. إذا من 1 ل 11 for I in range من 1 ل 11 هيك معناها العشرة 1 2 3 لحد العشرة. ماشي. هاي الدوران كان فيه القيمة الابتدائية والقيمة النهائية ومقدار الزيادة. إذا أنا سهلت على حالي الحل. شو بدي أعمل هون؟ بدي أجمع عشان أوجد المعدل سم بيساوي صفر. طيب مارك بتساوي float input enter mark دخل العلامة. ممكن أحطها float أو integer، ممكن تحتوي فاصلة عشرية عشان هيك حطيتها float. sum plus equal إيش المارك. إذن اقرأ العلامة واجمعها، اقرأ العلامة واجمعها. بس خلصت من الدوران، شو بدي أحسب؟ average بيساوي sum على كم؟ على عددهم اللي هو إيش؟ 10. وprint ل average. إذن اقرأ 10 علامات واجمعهم، اجمع اجمع، بس أخلص اقسم على 10 واطبع لي الaverage. انتر مارك، هاي العلامة الأولى، هاي العلامة الثانية، هاي العلامة الثالثة، هاي العلامة الرابعة، هاي الخامسة، هاي السادسة، هاي السابعة، هاي الثامنة، هاي التاسعة، وهاي عندي العاشرة. أعطاني معدلهم، هاي معدل العلامة. شوف حجم الكود. الوايل بدك I بتساوي 1، وبعدين وايل الاي أقل أو تساوي 10، وبعدين I بتساوي I زائد 1 هون بنهاية الدوران. هدول الثلاث خطوات نختصرهم بجملة واحدة بالفور statement. اختصرناهم بجملة واحدة بالفور statement. ماشي؟ لو حكيت لك I بتساوي 1 while I أقل أو تساوي 5 print i plus equal 1. هاي run. شو عطاني؟ 1 2 3 4 5. لو جبت لك هذا الكود وحكيت لك حول لي اياه لفور statement، شو بعمل؟ بدي احول هذا الكود لفور statement. كيف بحوله؟ بدل i بتساوي 1، وبدل while i أقل أو تساوي 5، وبدل i plus equal 1، كل هدول شو أكتب بدالهم؟ بحكي for range n 1 ل 6، وبعدين بكمل عادي، وبشيل جملة الطباعة i plus 1. for i n range إيش؟ من 1 فاصل 6. ممتاز. شو بدي أعمل؟ print لمين؟ لا الاي for i in range من 1 ل 6 print الاي. شلت هاي الجمله وهاي الجمله وهاي الجمله، كتبتهم كلهم مع بعض هون for i in range من 1 ل 6. ايش عمل داخل الدوران؟ print لا الاي. هاي run. شو اعطاني؟ نفس الاوتبوت. ممكن اجيب لك while وحولها ل for، او for وحولها ل while. ماشي. إذا القيمة الابتدائية مع الشرط مع مقدار الزيادة كلهم بختصرهم بجملة الفور. معاي؟ مي مش فاهم؟ مثال الفاكتوريال، 4 مضروب، سوري، مثلا 4 مضروب بتساوي 1 في 2 في 3 في 4، أو 4 في 3 في 2 في 1. حليناها بالوايل، بدي احلها بالفور. بدي متغير يكون فيه الجواب. الواحد ما بيأثر على عملية الضرب، فعطيت فاكتوريال
بيساوي 1. 4 I in range إيش؟ 1 لحد إيش؟ بدي الرقم اللي بدي المضروب لإله، اللي بدي أخلي اليوزر يدخله. بدي أحكي لليوزر خلينا لأي قيمة أن بتساوي integer input enter n. قرأنا قيمة الآن فحكينا for i in range من 1 لكام؟ اي عمر من 1 لكام؟ الآن لخمسة. الآن يعني افرض الآن بدي إياها 4 بحط له n بلس 1 صح؟ افرض الآن بدي إياها 5 بدي بضرب الخمسة بحط له n بلس 1 يعني لحد الستة، فهو بياخذ قبلها بواحد. إذن for i in range من 1 للn بلس 1 اوكي factorial بيساوي factorial ضرب ايش؟ n n ولا i؟ شو بدي اضرب؟ 1 في 2 في 3 في 4 إذن factorial ضرب الi. انا ما بدي اضرب n في n في n في n، مثلا لو بدي مضروب الأربعة ما بحكي 4 في 4 في 4 في 4 بحكي 1 في 2 في 3 في 4. إذا for i in range من 1 للn بلس 1 factorial بيساوي الفاكتوريال ضرب الi. معاي؟ for i in range من 1 للn بلس 1 factorial بيساوي الفاكتوريال ضرب الi. طيب شو ضل عندي؟ print لمين؟ الفاكتوري. إذن بجملة واحدة كان عندك مقدار القيمة الابتدائية للآي والقيمة النهائية للآي ومقدار الزيادة. هاي عملنا رن انتر ان بدي مضروب الأربعة شو راح يعطيني؟ 24 اللي هي 1 في 2 في 3 في 4 راح تطلع 24. بدي مضروب الخمسة شو راح يعطيني؟ 120 اللي هي 1 في 2 في 3 في 4 في 5. واضحة ولا لا؟ واضحة دكتور. مين عنده استفسار؟ الصمت اللي انتو فيه بخوف، فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين فاهمين دكتور. فاهمين دكتور. أكيد. أكيد أكيد. Write a program to find if a number is perfect or not. Perfect number هذا مثال موجود عندك بالسلايدز. لو أخذنا الرقم 6 إيش قواسم الرقم 6؟ بقبل القسمة على 1، بقبل القسمة على 2، 3، بقبل القسمة على 3، هل بقبل القسمة على 4؟ لا لا بقبل على 6 كمان، على 5؟ على 6، على 6. إذن هاي قواسمه. إجمع قواسمه بدون الستة. 1 و2 و3 كم؟ 6. 6. إذن البيرفكت نمبر هو الرقم اللي قواسمه مجموعهم بيساوي الرقم نفسه باستثناءه. بدي أشيل الستة. إذن قواسمه باستثناءه مجموعهم بيساوي الرقم نفسه. إذن هذا اسمه إيش؟ perfect number. إذن write a program to find if a number is perfect or not. متى الرقم بيكون perfect؟ إذا كان مجموع قواسمه باستثناءه بيساوي الرقم نفسه. خد لنا مثلا إذن الستة طلعت perfect. خد لي مثلا الرقم 7. إيش قواسم السبعة؟ واحد وسبعة. أيوة بس صح، بس واحد وسبعة. إذن اجمع واحد زائد ولا إشي، واحد واحد زائد الصفر. إذن not perfect أعطاني السبعة. not perfect. خد التمانية. واحد واثنين واربعة.
واحد واثنين واربعة وثمانية صح؟ استثني للثمانية واحد واثنين واربعة كم؟ سبعة. سبعة. إذا ما طلع نفس الرقم إذا not perfect. ثاني رقم perfect بيطلع عنا 28. طيب إذا أنا بدي أقرأ قيمة وأشوف هل هي perfect ولا لا. أقرأ قيمة. هاي x بتساوي integer input interval. قرأنا قيمة. إيش بدنا نشوف؟ بدي أشوف قواسم هذا الرقم، يعني بدي أمشي بدوران من واحد لحد الرقم نفسه، يعني بدي أخذ لحد أقل منه بواحد. أمشي لي بدوران وشوف هل بقبل القسمة بدون باقي؟ إذا بقبل القسمة بدون باقي معناته أجمع لي إياه، أجمع لي إياه، أجمع لي إياه، بدي أشوف مجموع قواسم الرقم. مع إنه بدي أجمع، إذا سميت متغير فرضاً sum. هاي sum بيساوي zero. X بتساوي integer input interval. For I in range, إيش الرينج؟ من واحد لحد إيش؟ X زائد واحد. X ولا X زائد واحد؟ فكروا فيها شوي. X أنا ما بدي الرقم باستثناء الرقم. بدي أستثني الرقم. إذن بحط له الX عشان أستثني الرقم نفسه. ممتازين. إذن for I in range من واحد للX عشان أستثني الرقم نفسه. بدي أشوف إذا كان ناتج قسمة أو باقي قسمة الX modulus الI equal zero. إذن هل الX تقسيم الواحد بيساوي صفر؟ هل الX تقسيم الاثنين بيساوي صفر؟ مش تقسيم، باقي قسمته. هل الX باقي قسمته على ثلاث بيساوي صفر؟ وهكذا. إذن for I in range من واحد لX، إذا كانت الX modulus الI بيساوي صفر، معناته شو بدي أعمل؟ بدي أحكي sum تساوي sum زائد I. sum بتساوي sum زائد الI. إذن جمعت الI ل sum، جمعت واحد واثنين وثلاثة، جمعت القواسم. ماشي؟ بس خلصت من الدوران، بسأله هل sum تساوي الM؟ بتساوي الإكس. صحيح. إذا كانت السم بتساوي الإكس معناته برنت إكس فاصلة إز بيرفكت. إلس برنت إكس فاصلة is not perfect. إذا كان المجموع بيساوي الX معناته اطبع لي قيمة الX is perfect. إذا لا اطبع لي X is not perfect. وين هاد؟ برة الدوران، بعد ما خلصت من الدوران. هاي عندي run enter value، بدي أشوف الرقم مثلا 6 هل هو perfect ولا لا. هاي enter، شو عطاني؟ 6 is perfect. بدي أشوف مثلا العشرة، عشرة بيرفكت، قواسمها واحد واثنين وخمسة، 11 مش عشرة. إذا شو أعطاني؟ عشرة is not perfect. بدي أشوف الثمانية انتر فاليو، هاي ثمانية، شو أعطاني؟ ثمانية is not perfect. بدي أشوف مثلا ثمانية وعشرين، هاي ثمانية وعشرين، شو أعطاني؟ ثمانية وعشرين is perfect. واضح كيف حلينا؟ sum بيساوي صفر، x بتساوي integer input interval for i in range من واحد للx. إذا كانت الx modulus الi بيساوي صفر، يعني الرقم من قواسم الx، يعني باقي قسمة الx عليه بيساوي صفر، فمعناه تجمع لي. بس خلصت الدوران، مشيت على كل القيم المحصورة بين واحد والرقم نفسه أو قبله بواحد، إيش بدي أعمل؟ هل sum بيساوي x؟ إذا sum بيساوي x، print x is perfect. إذا لا اطبع لي إنه الX is not perfect. وضحت؟ دكتور مين بيقدر يحول لي إياه لوايل؟ كيف أحوله لوايل؟ هاي جملة الفور، كيف بدي أحولها لوايل؟ ها بدي أشيلها؟ يلا
ثلاث خطوات شو هن؟ اي بتساوي واحد، اي بتساوي واحد. الشرط ايش راح يكون؟ واي لين اي مين واي الاي اقل من الاكس، واي للاي اقل من الاكس. شو كمان؟ شو ضل علي عشان ما يصير اي بلس تساوي واحد؟ ايوه اي بتساوي اي زائد واحد. مقدار الزياده وين احطهم؟ جوا الواي على مستوى الاف، يعني الواي فيها جملتين، فيها الاف وبعدين زيد مقدار العداد بواحد. اذا ثلاث خطوات، اي بتساوي واحد، واي للاي اقل من الاكس لانه بدي استثني الاكس، واي بتساوي اي زائد واحد. هيك حولت الفور ستيتمنت لواي ستيتمنت. نتاكد هاي رن انتر فاليو، دخلت القيمه مثلا ستة، شو عطاني؟ بيرفكت، هاي شغال برنامج. هاي رن، دخلت القيمة مثلا ثمانية، ثمانية is not perfect. مين مش فاهم؟ واضح ولا لا يا جماعة؟ شفنا قواسم الرقم، هذا موجود المثال عندك بالسلايد، شارح لك عليه مطولا عن هذا المثال. اوكي، في حد عنده اي استفسار؟ نيجي على البريك والكونتينيو بما انه معانا 10 دقائق. ما قرات الاسماء، اللي ما كتب اسمه يكتبه على الشات. طيب اللي ما كتب اسمه على الشات يكتب لي اياه. خلينا اعطيكم بس فكره عن البريك والكونتينيو. اللي ما كتب اسمه عشان الحضور والغياب يكتب لي على الشات. For I in range من واحد لستة. لو حكيت له print I كان طبع لي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. بس حكيت له إذا الـ I بتساوي ثلاث break. أول إشي بلش بالـ I إيش؟ واحد. بعدين الـ I اثنين. بعدين لما صارت ثلاث حكينا له هل الاي بتساوي ثلاث؟ اذا الاي بتساوي ثلاث بريك. شو يعني بريك؟ يعني توقف عن الدوران، خلص اطلع لي منه. هاي معنى البريك. اذا الستيتمنت بريك معناته اطلع من الدوران. هاي رن. فور اي ان رينج من واحد لسته، اذا الاي بتساوي ثلاث، الاي كانت واحد، هل الاي بتساوي ثلاث؟ لا. إذا الآي بتساوي ثلاث بريك، هون مش ثلاث، قيمة الآي واحد، بلشنا بالآي واحد. إذا ما رح يجي على البريك. برنت آي بتساوي آي، اطبع آي بتساوي واحد. ثاني مرة فور آي إن رينج من واحد لستة أخذ القيمة اثنين. هل الآي بتساوي ثلاث؟ لا، طبع آي بتساوي اثنين. ثالث مرة فور آي إن رينج من واحد لستة أخذ الثلاث. هل الآي بتساوي ثلاث؟ شو رايكو؟ اترو. شو عملنا؟ بريك. لا تكمل الدوران، اترو، اطلع من الدوران. اذا شو الاوتبوت طلع معانا؟ بس اي بتساوي واحد واي بتساوي اثنين. اذا الاوتبوت طلع معانا فقط اي بتساوي واحد واي بتساوي اثنين. لو في جمله هون برنت باي، بطبع لي قيمة الـ I. هاي رن، شو أعطاني؟ قيمة الـ I اللي طلعتني من الدوران اللي هي إيش؟ الثلاث. قيمة الـ I اللي طلعتني من الدوران اللي هي الثلاث. لو حكيت هون else print else I. هاي رن، هل تنفذت الإلس؟
هل تنفذت الإلس؟ هل طبع لي إلس وقيمة I؟ لا ما طبع صح؟ الإلس ما تنفذت. هاي الإلس لمين؟ لفور. زي ما الوايل ممكن يكون لها إلس، كمان الفور ممكن يكون لها إلس. هلأ متى بيجي على الإلس؟ بس يصير جواب الشرط فولس. طب هون لسه ما صار جواب الشرط فولس، أنا ما طلعت عن الخمسة هون، أنا في بريك هي اللي طلعتني من الدوران، يعني ما وصلنا هون إنه جواب الشرط فولس، عشان هيك ما إجا على الإلس. مش هلأ حكيت لك رح تفهم الإلس هاي، بس ناخد البريك والكونتينيو. إذا ما إجا على الإلس لأنه الشرط ما صار فولس. طيب إجيت هون عند الثلاث، طلع من الدوران نهائيا برينت باي آي، شو طبع؟ باي ثلاث. إذا طبع باي ثلاث، إذا البريك شو بتعمل؟ بتوقف الدوران قبل انتهاء. أيوة توقف الدوران، تطلع من الدوران. طيب نجرب الكونتينيو شو بتعمل. هاي رن الكونتينيو، شوف شو الأوتبوت، واحد واثنين واربعة وخمسة، شو فشق؟ الثلاث صح؟ إذا فشق القيمة ثلاث، الشرط بحكي إذا الآي ثلاث كونتينيو. شو يعني إذا الآي ثلاث كونتينيو؟ يعني إذا صارت عندك الآي ثلاث لا تكمل هاي اللفة، هاي الآيتريشن، ارجع بالقيمة اللي بعدها، يعني استثني الثلاث. طيب ما كمل الجمل هون اللي بعد الكونتينيو للثلاث، كمل هون بالقيمة اللي بعدها اللي هي إيش؟ أربعة. فعندك آي بتساوي واحد، آي بتساوي اثنين، صارت ثلاث. هل الآي بتساوي ثلاث؟ إذا الآي بتساوي ثلاث كونتينيو، إذا ما تيجي على جملة اتباع كمل بالقيمة اللي بعدها أربعة. هل الآي بتساوي ثلاث؟ لا أربعة. برنت الآي، آي بتساوي أربعة. بعدين شو صارت؟ خمسة. برنت آي بتساوي خمسة. أوكي عندي الخمسة خلاص طلع من الدوران ماشي. وين رح يجي؟ على الإلس. هلأ مش زي هناك قطعنا الدوران، لا هون كمل لنهايته بس فشق الجمل تبعون الايتريشن لما كانت الاي بتساوي ثلاث. هلا اجي على الالس، برنت الس فاصل اي، شو طبع الس؟ خمسه، القيمه اللي طلعتني من الدوران. برنت باي فاصل اي، طبع لي باي خمسه. اذا الالس متى ما بتشتغل تبعت الفور او تبعت الوايل؟ عند البريك. عند البريك لما اطلع قبل ما انهي الدوران تبعي، فمعناته هيك ما صار جواب الشرط فولس اللي يطلعني من هذا الدوران، فعشان هيك راح يتوقف عن الدوران قبل ما ينهي هذا الدوران. عشان هيك بالبريك ما اجيت على الالس تبعت الفور اذا انا طلعت عند ايتريشن قبل ما يخلص الدوران. عند الثلاث حكى لي بريك اطلع، فعشان هيك ما كملنا الدوران. مين عنده اي استفسار؟ دكتوره طيب هسا بالنسبة للإلس والبريك، أنا ما فهمت متى أطبق الإلس ومتى ما أطبقها بالبريك. هاي بريك هايرا. هلأ متى إحنا بنيجي على الإلس؟ بس يخلص الدوران كامل. بالبريك ما خلص الدوران، لأني حكيت له إذا الآي ثلاث خلص اطلع بريك، طلع فخلص ما بتطلع على الإلس نهائيا ماشي. يعني إذا ما انتهى الدوران اذا انتهى الدوران هروح عند الالس. يعني اذا انتهى الدوران ما انتهاش صح، البريك هي اللي وقفتنا عن الدوران، فما صار جواب الشرط هون فولس، ما وصلت للقيمه الاخيره بهذا الدوران، فعشان هيك عندي البريك طلعتني من الدوران، طلعتني منه كامل حتى الالس تبعته ما طلعت عليها. طيب بدي اسال هل الاي بتساوي خمسة؟ خلينا نجربها مع بعض. شو عطاني؟ عندي الخمسة طلع من الدوران صح؟ عندي الخمسة طلع من الدوران، ما طبع الجملة، ما طلع على الإلس تبعتها. حتى عندي الخمسة اللي هي آخر قيمة المفروض هو للستة، بس هو أخذها للخمسة بس خلص البريك طلعتني، لا تطلع بقية الجمل ولا على الإلس حتى تبعتها ماشي. إذا بدي أنتبه لما يكون بريك ما رح يجي على الإلس تبعت الفور أو تبعت الواي، يعني تبعت الدوران.
خلاص اتفقنا، لأنه ما كمل لآخر كلمة. الآي بتساوي خمسة، لسه ما أخذها البريك، يعني صارت الآي خمسة بس البريك طلعتني، فخلاص ما كمل الفور كلها، طلع من الفور كامل حتى الإلس تبعتهم. خلاص اتفقنا. مين عنده أي استفسار؟ احنا حكينا المحاضرات راح تكون 2-1 صح؟ فعندي هيك أخذنا إحنا يوم الأربعاء وهاي يوم الاثنين، إذن الأربعاء الجاية اللي هي المحاضرة الجاية المفروض تكون أوفلاين صح؟ مفروض تكون أوفلاين. راح أحط لك وظيفة عشان تتدرب على الدورانات. أنا بس بدي أرجع للبريك والكونتينيو، بدي أعطيكم عليهم كمان كم من مثال مع الوايل ستيتمنت، بدي أفرجيكم كمان مثال على البريك والكونتينيو. إذا خلينا المحاضرة الجاية تكون عبارة عن وظيفة راح تنزل عندك على الإي ليرنينج، تجرب تحلها على الدوران. دكتورة دكتورة شو بالنسبة للوظيفة اللي قبل اللي ما قدرش يسلمها؟ هاي صراحة بسامح بوظيفة، فأنت حاول تتابع للي جاي. طيب يلا ماشي، يعطيك العافية دكتورة. هلا الله يعافيك. يعطيك العافية دكتورة. هلا تفضل. أنا الوظيفة الماضية بعثت لك فيها إيميل بس ما بعرف وصلت لك ولا كيف، يعني طلبت إيميل بعثت وصلني على قمر الوظائف وصلني على الإيميلات، صعب إني أتابعها كثير، وصلني على الإيميل. أنا بدرس عندي 6 شعب، بتخيل وظائف لست شعب توصلني على الإيميل، أنا ما بقدر أتابعهم، عشان هيك بدي على الإيميل أحياناً الوظيفة، يعني بحكي له أو ببردش عليه إنه أنا ما بقدر أتابع الوظائف على الإي ليرنينج، على سوري على الإيميل. الوظيفة إلها مكان محدد لتسليمها. مظبوط، بس أنا وقتها تفضلي. وقت الوظيفة هو بس وقت المحاضرة، يعني المفروض أفتح لكم إياها من 8 إلى 9:30 صباحا، أنا فتحت لكم إياها لآخر اليوم، فإيش عمل أكثر من هيك؟ يعني الوظيفة لا. مطلوب منا إن انكم تسلموها ضمن وقت المحاضرة. هو اللي صار هو اللي صار يوم السبت، صار في تعطيل لكل يعني علق الماسنجر وعلق الفيسبوك وعلق النت كلياته بشكل عام، صار في تعطيل يعني بكل الأردن مش بس عندي، عرفتي؟ فأنا يعني يوم الوظيفة لما كانت عنا الوظيفة، احنا اتوقع وظيفتنا كانت السبت ومحاضرتنا اثنين بالضبط الدكتور، او اثنين وكانت اربع، يعني مش متذكر انه كان في مسافة بين الوظيفة والمحاضرة، يعني كان في يوم فراغ ما فيه لا محاضرة ولا انه منقدر نوصل نتواصل معك فيه. فانا دغري بعت لك ايميل، يعني بوقت الوظيفة كان عن جد في تعطيل لكل مكان. طبعا بتحكي عن الوظيفة اللي كانت يوم الاثنين بوقت محاضرتنا، ولا بتحكي عن الوظيفة اللي اعطيتك اياها مرة من الاربع؟ لا الاوفلاين. طيب هاي كانت يوم الاثنين، هاي الوظيفة كانت يوم أوكي الاثنين. وكان الثلاثة ما عنا محاضرة ليوم الأربعة، فما كان بقدر يعني أنا بنفس الوقت إنه أو مثلا لتاني يوم أرجع أراجعك بالموضوع، فاضطريت أبعث لك إيميل. والإيميل أساسا ما كان إنه على الإيميل، بس أنا بحكي إنه صعب أتابع وظائف على الإيميل. مزبوط، أنا ما بعثت الوظيفة نفسها، أنا بعثت لك العذر يعني على الإيميل عشان إنه يعني ما عرفت إيش بدي أعمل بالضبط، لأنه عن جد كان كل إشي معطل يعني. فإنه هلأ بدي أسألك إنه حنتحاسب عليها ولا كيف، ولا حتروح العلامة أو هيك؟ معطل عند مين؟ عند الكل؟ ما أعتقدش، أنا ما كانش عندي إشي معطل يعني. كان معطل عندي دكتورة حتى. والله وأنا كمان دكتورة، تعطل عند الكل يعني، حتى أهلي تعطل بكل البلد يعني. عادي، أنا بسامح بوظيفة ما في مشكلة، بس تابعوا معاي باللي جاي، مو مشكلة إن شاء الله كل خير، بس تابعوا معاي شكرا. ما يعني خلينا مش عارف بالضبط، نشوف في طلاب جرايات يصلحوا معنا ولا كيف، خلي الأمور يعني ما في مشكلة هلا. بس أنا بس أخلص الشابتر، يعني أنا تقريبا خلصته، عرفتوا؟ هسا الأربعاء رح يكون عندنا حكينا وظيفة عشان تتدربوا، بدي أعطيك كويز، بدي أعطيكم كويز، يعني ادرسوا على الشابتر كويس. ببداية الأسبوع الجاي رح أعطيكم كويز. متى بداية الأسبوع الجاي؟ ما بدي أضيع محاضرة الاثنين، رح أعطيها محاضرة الاثنين بس المساء رح أعمل لك الكويز. طيب شابتر 2 طبعا يكون بعد الساعة 7.
آه أكيد بعمله مساوية غالبا أنا بأخذ رقم الساعة 8 دائما. أوكي 100% إن شاء الله. إذا خلينا نتفق الاثنين مساء. أنا بدي أعطي الصبح عادي محاضرة، ما بقدر أضلني أعمل محاضرات أوفلاين، بدي أعطي محاضرة وأعمل الكويز مساء الساعة 8 بإذنه تعالى يوم الاثنين القادم. يعطيك العافية دكتورة. داخل معي لشابتر 2 ولا بس شابتر 2؟ بس شابتر 2 صح. الشابترز بتعتمد على بعض. آه ما اختلف إشي، ما هي مادة برمجة بيعتمد على بعضه، بس أنا راح أركز بالأسئلة على شابتر 2، على الإف، على الواي، على الفور، على الأشياء الموجودة بشابتر 2. طيب تمام دكتورة، العافية.